بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوه والاحباء، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد. في موضوع كده شغل الراي العام خلال الايام الماضيه، موضوع رغم ان هو موضوع يعني بسيط في تفاصيله، ولكن بيكشف على امر هام جدا وخطير جدا بيحدث داخل المجتمع من بعض الابناء والبنات. الموضوع خاص بفتاه اسمها منى حسين علي. هي طالبة في كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، هي مقيمة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. والدها كان مدير عام في الثقافة في وزارة الثقافة، هو على المعاش، وحالته الصحية يعني متدهورة إلى حد ما، لأنه أجرى مجموعة من العمليات الجراحية في القلب، يعني فحالته الصحية متدهورة إلى حد ما. لغاية كده قصة عادية، يعني هي فتاة عندها 19 سنة زي ما قلت، طالبة في كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان. في يوم خرجت لأداء الامتحان بتاعها بشكل عادي جدا، وبعد ما خرجت والمفروض كانت رايحة الكلية بتاعتها انقطعت أخبارها تماما. برضك لغاية كده القصة عادية، لأن ناس كتير جدا بتختفي كل يوم عادي، او يعني مش امر عادي ولكن ده بيحصل يعني. فطبعا والدها خرج، وهو ده بقى اللي خلى فيه ضجة تحصل بقى، مش ان البنت خرجت واختفت والكلام ده كله، لان زي ما اقول الحوادث دي بتحصل تقريبا كل يوم، ولكن اللي خلى الموضوع ياخد منعطف كده او ياخد حالة من الاهتمام الى حد ما، ان والدها خرج وهو طبعا يعني واضح عليه علامات التعب الى حد كبير. وطبعا انا بعرض لحضراتكم يعني صور والدها اثناء حديثه حتى عنها، وكان ماسك صورتها والكلام ده كله. وبدا يتكلم وكان في حاله انهيار فظيعه، يعني والدها كان منهار بشكل كبير جدا جدا في اثناء حديثه عنها. طبعا الفيديو بتاعه موجود، ممكن حضراتكم تدخلوا وتشوفوه، لكن طبعا واضح من الصور حاله التاثر والحاله الصحيه كمان اللي انعكست على الوالد نفسه. كان بيتكلم وكان منهار وخلاص، يعني الراجل فعلا قاب قوسين او ادنى من انه يفقد حياته بسبب اختفاء بنته، وبيبكي بكاء شديد جدا. وطبعا بكاء الرجل ده شيء يعني صعب، وينم على حاله نفسيه او ضغط عصبي ونفسي قوي جدا واقع على هذا الشخص. طبعا بعد انتشار الفيديو بتاع الوالد اللي هو حسين علي، طبعا حصل فيه اهتمام بقى من السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي يعني، والمواقع الاخباريه المختلفه والراي العام بشكل عام بهذه القضيه، تعاطفا مع هذا الرجل المسكين، الرجل اللي عمال يبكي يعني وحالته الصحيه مش مكناه ان هو يخرج ويدور على بنته او ان هو يبحث عنها، وبنته الوحيده وما عندوش غيرها، والمفروض ان هي اختفت، وكمان بنت كمان يعني ممكن ان تتعرض لما لا يحمد عقباه. فطبعا كان في حاله من التعاطف كبيره جدا مع هذا الرجل. الموضوع طبعا خد له مجموعه ايام، طبعا رجال المباحث بداوا شغلهم، طبعا بداوا يتتبعوا خط سير الفتاه لغايه موقف السرفيس اللي هي بتركب منه لرمسيس، وبعد كده تتوجه بعد كده للكليه بتاعتها. وخدوا طبعا بداوا يتتبعوا الموبايل بتاعها، بدأوا يتتبعوا كاميرات المراقبه، فرغوها يعني، عملوا يعني ويسالوا يمين وشمال ويسالوا اصدقائها والناس اللي هي عارفاهم ومحيط معرفه والكلام ده كله. فكان في مجهود كبير جدا على مدار الايام الماضيه، واصبح موضوع الفتاه ده حديث يعني الساعه زي ما بيتقال. طبعا بعد جهود كبيره تم بذلها في البحث ويعني محاوله استقصاء كده الحقيقه، يعني عاوزين نعرف البنت اللي راحت فين، اختفت فجاه، كانت خارجه، طب هل كان في مشاكل بينها وبين اهلها؟ لا، كان في اي يعني حالتها النفسيه كانت عامله ازاي؟ كانت عاديه، فيعني ما فيش اي سبب يدعو انها ممكن تكون انتحرت مثلا او انها تكون اعمل في نفسها شيء سيء. طبعا زي ما قلت بعد فتره من البحث والتحري والكلام ده كله، تم تحديد مكانها وتم الوصول اليها. طبعا الفتره اللي قبل كده كانت لغز، وكل كان بيتكلم عن لغز اختفاء منى حسين، وكانت معروفه اعلاميا باسم طالبه الشيخ زايد او فتاه الشيخ زايد.
فطبعا يعني زي ما قلت موضوع البحث عنها ده كان واخد اهتمام كبير جدا. طبعا الناس كانت برضك يعني الناس خايفه برضك، وده شعور انساني طيب وجميل ان احنا نراعي بعض ونخاف على بعض حتى لو ما نعرفش بعض، ده شيء جميل جدا وشيء عظيم يعني. طبعا تم العثور على منى بعد يعني فترة تغيب يعني دامت لأكثر من 5 أيام، 5 أيام كانت متغيبة، أكثر من 5 أيام. طيب إيه القصة بقى؟ القصة بقى والمفاجآت بقى اللي هي كانت موجودة، طب دي كانت فين وراحت فين وسبب اختفائها إيه؟ هل اتخطفت؟ هل جرى لها حاجة؟ طبعا أسئلة كتير جدا الناس كانت بتسألها. اتضح طبعا إن الأستاذة المبجلة منى اللي طبعا شغلت الرأي العام وكل كان متعاطف عليها وكل كان خايف عليها لم تختفي اصلا، ولكنها هربت بكامل رغبتها مع احد الشباب اللي هي عارفاهم، يعني هي عارفة شاب يعني وبتربطها بهذا الشاب علاقة عاطفية، هو من الدقهلية، وانها اتجوزت في اواخر شهر مايو الماضي، في اواخر شهر ممكن 22 او 23 5 الماضي شهر مايو. طبعا تزوجت من هذا الشاب، وفي واحد من الشرقية مضى يعني او كان وكيلا لها في عقد الزواج العرفي اللي تم تحريره بينها وبين هذا الشاب نظرا لها دون السن القانوني، عندها 19 سنة ولم تبلغ سن الرشد اللي هو 21 سنة. يعني اذا الاخت منى يعني ما كانتش مختفية وما حصلهاش اي حاجة، ما كانش حد خاطفها، والجهود الرهيبة اللي تم بذلها من رجال المباحث ورجال البحث الجنائي والكلام ده كله عشان خاطر يلاقوها كانت بسبب فتاة مستهترة هربت من بيت اهلها، خرجت عادي جدا وبعد كده غادرت البيت عشان تروح تقيم علاقة عاطفية مع احد الشباب، واتجوزته كمان من وراء اهلها بعقد زواج عرفي، وفي واحد من الشرقية زي ما قلت مضى او شهد على هذا العقد او كان وكيلا لها في هذا العقد. طيب الشاب ده يعني قصته، الشاب ده كان تقدم ليها ونظرا لان اهلها وجدوا ان هو غير مناسب ليها طبعا يعني، او امكانياته ما تسمحش او غير مناسب ليها بشكل او باخر رفضوه. طبعا هي فضلت متعلقة بيه وخدت القرار ان هي في هذا اليوم ستغادر بيت والدها ووالدتها وتتوجه الى هذا الشاب، طبعا ليها كانت متجوزة اصلا من قبل كده عشان خاطر تعيش معاه او تقيم معاه طبعا، والناس فاكرة انها مخطوفة ووالدها ووالدتها فاكرين انها مخطوفة، ورجال المباحث كان بيدوروا على واحدة اختفت وابوها هذا الاب الملكوم يعني طبعا ملى الدنيا بكاء وعويل والكلام ده كله، امها نفس القصة. طيب المفاجأة التانية اللي أنا عمال أقول أبوها وأمها والدها ووالدتها، اتضح بعد كده أو اتضح من خلال تحريات بقى المباحث وده أمر هي نفسها ما كانتش عارفاه، إن الحاج حسين علي اللي هو كان طلع فيه الفيديو الشهير واللي أنتوا حضراتكم شفتوه فيه الصور، ووالدتها وهي ربة منزل، ده لا والدها ولا دي والدتها، ده لا والدها ولا دي والدتها، دول اتنين تبنوا هذه الفتاة. هذا الرجل لقى البنت دي في عام 2003، ويعني نظرا لانه هو لا ينجب يعني محروم يعني طبعا قضى ربنا ان هو لا ينجب لا هو ولا مراته ده هو ولا زوجته، فتبنى هذه الفتاة وكتبها باسمه. طبعا مش هندخل بقى في الحرمانية الشرعية لان طبعا مفيش حاجة اسمها تبني في الاسلام، ولكن في كفالة اللي ممكن الانسان يكفل طفل لكن ما يسموهش باسمه او ما يطلقش عليه اسمه يعني عشان ما فيش ما يحصلش اختلاط في الانساب، لكن ده طبعا ده مش موضوعنا يعني. هو تبنى هذه الفتاة لقاها في 2003، معرفش بقى كان في حد سايبها يعني والدها والدتها الاصليين او والدتها سابوها والكلام ده كله يعني قصتها ايه محدش عارف، ولكن طبعا هذا الرجل يعني لقاها في 2003 ونظرا لانه راجل كويس وراجل محترم خدها وتكفل بيها واعتبرها بنته واطلق يعني حتى يعني سماها باسمه او على اسمه ورباها ووصلها للجامعة، وكانت عايشة في كنف هذا الرجل وهذه السيدة اللي هي كانت بتقول لهم بابا وماما او والدي ووالدتي، وهما ليس بوالديها لا ده ابوها ولا دي امها، هما متبنيينها
وللأسف الشديد بعد يعني الكفاح عليها وتربيتها كما لو كانت بنتهم من لحمهم ودمهم فعلا أو من صلبهم، هذه الفتاة يعني للأسف الشديد تخون هذه يعني الأمانة اللي أبوها وأمها سابوها فيها والثقة اللي وضعوها فيها، وتهرب مع شاب عشان تتجوزه. سبق له أن تقدم لها كي يتزوجها ولكن أبوها وأمها رفضوا نظرا لعدم يعني مناسبته ليها أو ليهم. طبعا لما احنا بنسمع حاجة زي كده وبنشوف السوشيال ميديا مقلوبة، وطبعا الكل كان بيدعي لها انها ترجع، وطبعا لان احنا ما كناش عارفين هي فين. يعني النهاردة في خبر منتشر وشايفين اب بيبكي وبيقول بنتي خرجت عشان تروح تمتحن وما رجعتش، فطبعا وارد انها كنت خطفت، يعني ده موجود وبيحصل يوميا. فطبعا الناس كلها كانت قلقانة وخايفة، ونظرا كمان بقول لانها بنت فممكن ان يتم لا قدر الله يعني مثلا الاعتداء عليها وحاجة زي كده، فالموضوع بيبقى يعني الطامة بتبقى كبرى او اكبر من خطفها كمان بس يعني. فطبعا الكل تعاطف مع الرجل ولا زال الناس متعاطفة معاه لانه ملوش ذنب، يعني هي البنت اللي خانت الثقة اللي ابوها وامها او والدها ووالدتها بالتبني او المتكفلين بيها وضعوها فيها، وبناء عليه هربت ويعني ضربت عرض الحائط بحبهم وباهتمامهم وبتربيتهم ليها، وتوجهت الى هذا الشاب عشان خاطر تعيش معاه اللي هي متجوزاه من اكتر من يعني زي ما قلت مثلا بنتكلم دلوقتي في حوالي 10 ايام او اكتر من 10 ايام تزوجته عرفي وعادي جدا، ويعني وكأن اهلها دول مش موجودين وما عندهاش ادنى مشكله في اي حاجه يعني. طبعا يعني انا لما بنشوف حاجة زي كده في المجتمع يعني بقول اللي احنا لا يجب اللي احنا نتعجل في الحكم على الاشياء في بعض الامور يعني. ولكن طبعا انا واحد من الناس لما شفت القصة طبعا وشفت بكاء هذا الرجل اتأثرت جدا ودعيت انها ترجع له بالسلامة، وفعلا كنت خايف عليها لا يكون حصل لها حاجة، ولكن اتضح في الاخر انها ما حصلهاش حاجة وانها كانت متغيبة بمزاجها وانها كمان هربت واتجوزت من وراء اهلها هذا الشاب اللي تم رفضه قبل كده. ف يعني واحدة زي دي تعاقب ازاي بقى؟ يعني واحدة اثارت يعني اهتمام الناس، يعني اهتمام الناس ده في حد ذاته يا جماعة له قيمة، يعني اهتمام حضراتكم واهتمام انا كبرضك احد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المفروض له قيمة، يعني للناس كلها مش بكلمش عني طبعا لوحدي يعني، ولكن عن الناس كلها اهتمام الناس بموضوع معين ده له قيمة، يعني ان الناس بعد كده تتصدم ان الشخص اللي هم يعني كانوا مهتمين وخايفين عليه او البنت اللي كانوا مهتمين بيها وخايفين عليها مش اكتر من واحدة يعني منفلتة يعني عملت الكلام ده كله عشان خاطر نزوة مثلا عندها او رغبة معينة عاوزة تحققها والكلام ده كله، وطبعا تركت ومنظر هذا الرجل اللي تكفل بيها وتعاملها كما لو كانت بنته، عاملها زي بنته بالظبط لان هي ما كانتش تعرف، واعطاها اسمه واعطاها حياته واعطاها حبه واهتمامه ورعايته، كل ده هي تضرب عرض الحائط، وزوجته كمان نفس القصة برضه تضرب عرض الحائط بكل ده عشان خاطر نزوة وعشان خاطر تروح تتزوج من شاب من ورا اهلها. طب يا لو تتزوجته ايه الحل بقى؟ ايه الحل؟ يعني هي خلاص اصبحت زوجته يعني رسميا اصبحت زوجته، ايه الحل؟ طبعا دي كلها بتبقى نزوات عند الشباب، هي سنها صغير ففترة مراهقة فمش قادرة انها تقيم الامور تقييم سليم، فطبعا بيكون الاندفاع في اللحظة دي اندفاع عاطفي ما فيهوش لا مبني على فكر ولا عقل ولا تخطيط ولا الكلام ده كله. فطبعا للأسف الشديد موضوع المراهقة ده او فترة المراهقة بتبقى فترة صعبة جدا، وضبط الايقاع فيها للولد والبنت بيبقى يعني امر مش سهل. دي كانت القصة بتاعت طبعا هي رجعوها لوالدتها ووالدها او والدها ووالدتها او بالتبني يعني اللي هم متبنيينها، وطبعا تم القاء القبض، هي طبعا كان تم القاء القبض عليها هي والشاب والراجل اللي هي وكلته طبعا، لان طبعا الكلام ده كله كلام غير قانوني، وتم تسليمها لوالدها ووالدتها. وطبعا في اجراءات طبعا لابد ان يتم اتخاذها بمعرفه رجال الشرطه، وممكن الموضوع كمان يوصل للنيابه اذا تم تصعيد هذا الموضوع. دي كانت القصه، والرساله هنا ان
يعني زي ما انا قلت ما يجب ان احنا ما نوسعش الامور زياده عن اللزوم. يعني انا ملاحظ في الفتره الاخيره ويمكن ده جزء بقى هتكلم فيه بشكل عام مش بس على الموضوع ده، ملاحظ في الفتره الاخيره ان في موضوعات بتحمل في طياتها قدر كبير جدا من التفاهه ملهاش ادنى قيمه، وممكن موضوعات اكون انا شخصيا اتكلمت فيها، يعني انا اتكلمت فيها، ولكن انا لما بكلف موضوع بكلف موضوع عشان خاطر زي ما انا دايما بقول لحضراتكم اوصل رساله من خلال الموضوع، زي الموضوع اللي انا اتكلمت فيه مؤخرا بتاع عروسه كفر الدوار اللي هي كانت قاعده بتتكلم مع خطيبها او عريسها بشكل، وطبعا طلع عريسها طبعا اتضح، يعني شفت اسلوبه في الطريقه وفي طريقته في الكلام يعني متدنيه جدا، فما جمع الا موفق يعني. ولكن انا كنت بتكلم مش على الموقف ده نفسه، يعني هو الموقف نفسه موقف تافه، وهي البنت هي تحس انه يعني مثلا ان هي بتحب ان هي يعني تعمل شو او تعمل تاخد اللقطه او يعني عاوزه تتفزلك من الاخر كده، ولكن انا كنت بتكلم بشكل عام ان الزوج والزوجه او طرفي العلاقه الزوجيه لا يجب ان هم يناقشوا امور حياتهم، انت احترمي اهلي وانا احترم اهلك والكلام ده كله يتم المناقشه في يعني بينهم وبين بعض، لان المناسبات اللي هتجمعهم كتيره جدا كتيره جدا، فالمناقشات دي تكون بينهم بعيدا عن الناس وبعيدا عن الجامعه، يعني لان وجود الناس ملوش ادنى قيمه. انا ده كان وجهه نظري. فوجئت لقيت موضوع زي ده واخد يعني صحف الكترونيه عماله تصور معاهم، والاعلام عمال يتكلم معاهم، والاستاذ عمرو اديب بيعمل مداخله معاها، والدنيا اتقلبت على ايه يا جماعه ده كله؟ على ايه؟ يعني ادي نموذج من ضمن النماذج اللي احنا بنكبر الموضوعات بشكل كبير جدا فيها، موضوع تافه جدا لا يستحق ان احنا نتكلم فيه كلمه وربع، وزي ما انا قلت لحضرتك انا لما كلمت كنت بوصل الرساله اللي انا قلتها بس وخلاص ونقفل في الموضوع على كده، دول اللي اخترعوا الذره ولا عملوا حاجه مهمه ولا يعني مش عاوز اقول ما لهمش قيمه يعني، ولكن طبعا ما اقدرش اقول حاجه زي كده، ولكن يعني ما عملوش حاجه ذات قيمه يعني. احنا عندنا للاسف الناس العلماء والمفكرين دول مركونين على الرف، ولا حد بيستضيفهم ولا حد بيجيبهم ولا حد بيعرفهم اصلا، فللاسف الشديد لما نطلع الموضوعات دي على السطح ويبدا يبقى في حاله اهتمام مبالغ فيه ويتم استضافه الفتاه اكتر مره ويقعدوا يتكلموا زي ما يكونوا فتحوا عكه كده، يعني زي ما يكون بقى عملوا انجاز يعني، ورغم ان هم شخصيا مش عارفين بيتم استضافتهم ليه. نفس القصه مع موضوع زي الاخت اللي اسمها ياسمين اللي هي بيج ياسمين دي، فجاه يكرموها وفجاه يستضيفوها هنا ويستضيفوها هنا، زي ما يكون برضك عملت انجاز او عملت برضك يعني حررت المحتل، يعني حاجه غريبه وحاجه عجيبه. فانا دايما بقول يا ريت ان احنا ما نوسعش الامور، ممكن نتكلم في موضوع ولكن على قد قدره. موضوع زي ده، موضوع زي موضوع منى حسين ده، يعني موضوع زي ما قلت شفت حضراتكم هي تغيبت وبعد كده تم البحث عليها، عرفوا انها هربت مع الولد اللي هي بتحبه او اللي هي اتجوزته عرفي من وراء اهلها. ادي قصه، خلاص الموضوع انتهى على كده، ما نعملش بقى له ديول او ما نقعدش نتكلم فيه وكده. نفس القصه بالنسبه لعروس قفر الدوار برضو، لغايه امبارح ولغايه النهارده في فيديوهات وقنوات عماله تسجل معاها ومش عارف زي ما يكون مثلا خارج جايزه نوبل، ما اعرفش برضك على ايه، نفس القصه. فما نوسعش في الامور، وبرضو كل انسان يعني يراقب سلوكيات اولاده لان ممكن يحصل حاجه زي كده. نتمنى طبعا ما فيش اي حاجه تحصل لا لابنائنا ولا لابناء اي حد، ربنا يحفظهم جميعا. دي كانت القصه معانا النهارده، وان شاء الله ربنا يعني يكرمنا جميعا في ابنائنا ولا نرى فيهم اي مكروه، اللهم امين يا رب العالمين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.